ايضا التغطيه من احمد مال الله بيخلص هذه الكره، هذه كره مواجهه المرمى لكن خطيره الكره. 1-0 جول، جول اول، عجوان يسجل هدف اول بالنيران الصديقه التي اكتوى منها في اخر جولتين. هنا يسجل عجمان هدف أول بالخطأ في مرماه، المدافع يسجل، الكرة تتحول إلى مرمى الفجيرة، ولياندرو يفعلها هذه المرة في المباراة الأهم للبرتغالي. هذه الكرة اللي حاول فيها موديبو مايغا، لياندرو حاول في هذه الكرة دخل منطقة الجزاء لكن بعد ذلك يفشل في إبعاد الكرة. هنا إبلال يوسف، الكرة تصل في مكان بهذا الشكل بهذه الصورة، وكان تمرير الكرة بالعربية. الله بالعربي، يعيد الفجيرة للمباراة بهدف رائع. العربي يحتفل مع البياوي التونسي، جوهرة سوسة يسجل هدف التعادل في هذه اللقطة في مرمى عجمان. بهذه الكرة بداها بشكل رائع بلال إلى سامويل أرمنتيروس، هذه كرة بشكل رائع، شوف اللمسة شوف التمريرة، الكرة إلى بالعربي على يسار في البقاء في دوري المحترفين. كرة للأمام، أوه 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 أوه، جول جول جول، البرتغالي يسجل الثاني، لياندرو، لياندرو يسجل في وقت الحديث. على من يسجل؟ يسجل لياندرو، يسجل في الدقيقة 86 بخطأ دفاعي واضح من جانب دفاعات الفجيرة، يستغل هذه الكرة لياندرو ويسجل.